رؤيا الخير حملة لمد يد المعونة والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم، تنفذها قناة رؤيا بالتعاون مع عدة جهات داعمة. وفي سادس أيام الشهر الفضيل نروي لكم سادس قصة، هي قصة سيدة أم فادي. أنا هون ثلاثة، إحنا عايشين يعني وجوزي أربعة. بالشتاء والله بتنزل علينا كلها مي. شو بتعمل؟ شو بدنا نسوي؟ قاعدين فيها مناش يعني غير هالخيمة. يدخل مي. فيش ما مش استطعتنا يعني نستأجر دار. عايشين هون كلكم؟ بهالغرفة؟ غرفة تانية فيها، حط فيها فراش ومفراش. ولو ما الله ولو ما حكيت لك راتب التنمية، بس راتب التنمية لو بدي استأجر دار يعني أبصر بروح الراتب ومضل من دون أكل ولا شرب. يعني مضطرة شو بدي أساوي عن جد. جيت ألف الولد لقيت الحرام في الحرام، العقرب جوات الحرام، وجيت ألف وطلع زي هيك وإنه عقرب كبير والله العظيم، يعني لو ما ستر الله كان راح فيها الولد عن جد. زي الصحراء يعني عايشين، أنت شايف الوضع. أنت شايفة حر الشوب والمطر علينا بظل نازل عن جد، يعني الواحد بيتمنى دار وغرفة بس.